مساء كل يوم خميس يبدأ لقاء الأحبة بحبيبهم المقدس، زيارات لا يتوانى أحدهم عن القيام بها، شاداً رحاله صوب كربلاء الحب والقداسة، حيث ضريح الإمام الحسين عليه السلام الذي أصبح مركز إشعاع فكري وثقافي للعالم. ومثل ما يتزود الزائرون وينهلون من منهل الطهر والقداسة الحسينية ويتبركون بكل ما يمس المرقد الطاهر، فثم طقس آخر يحرصون عليه، ألا وهو اقتناء مجلة الأحرار التي تصدر عن شعبة النشر في قسم الإعلام بالعتبة الحسينية المقدسة كل يوم خميس، مجلة دينية وثقافية يجد فيها القارئ ضالته من المعرفة بالعقائد الدينية وخطاب المرجعية الدينية العليا، فضلاً عن المقالات والتقارير والتحقيقات الصحفية التي تمس القارئ الكربلائي خصوصاً والعراقية بشكل عام. صدر العدد الأول من الأحرار بتاريخ 11 من تشرين الثاني عام 2005، وبدأت مشوارها الصحفي عبر 3 أشخاص وبنشرة صغيرة عبارة عن صفحة A4 مطوية باللونين الأبيض والأسود، توزع مجاناً على الزائرين لقراءتها والتبرك بها. كانت نشرة تصدر يعني أسبوعية الخميس بالأسود والأبيض، نشرة بسيطة ويتم استنساخها في قسم الإعلام. الغرض كان منها حقيقة هو مواكبة الأحداث الساخنة اللي يعيشها المجتمع، وخصوصا أنه ما كان تعيشه يعني عيشه البلد من حالة مخاض سياسي وبناء للنظام السياسي الجديد في البلد، والناس كان يبودها أن تطلع على مواقف المرجعية العليا في النجف الأشرف لاتجاه الأحداث الموجودة، مثل الموقف تجاه الدستور، موقف تجاه الانتخابات، الموقف تجاه مثلا بعض الأمور اللي كانت في بداية بناء البلد يعني وبناء الوضع السياسي الجديد. لم تبقى النشرة الصغيرة على حالها، وإنما تطورت تدريجيا إلى أن أصبحت مجلة رائدة لها قراؤها ومتابعوها بفضل دعم الأمانة العامة للعتبة المقدسة لكادرها، وقد سبقت العديد من الإصدارات الصحفية في ظل افتقار الساحة الثقافية والإعلامية العراقية في حينها لمثل هذه الإصدارات التي تلبي فضول القراءة والمعرفة لدى القراء. المجلة بإصدارها في بدء إصدارها تغطية خطبتي الجمعة السياسية والدينية، ومن ثم بدأ الكادر يتطور والأخوة العاملين بالمجلة يزدادون خبرة ويزدادون عددا، والحمد لله بعد ما كانت المجلة تصدر بورقتين بالأسود والأبيض، الآن مجلة تعد سباقة في إخراجها في موادها الصحفية والإعلامية والأدبية، وهناك تزايد مستمر من قبل الشعراء تحديدا والأدباء بصورة عامة للنشر في هذه المجلة، كونها مجلة تصدر من مكان مقدس. تطور مجلة الأحرار لم يقتصر فقط على مادتها الصحفية المشوقة، وإنما شهدت تطوراً ملحوظاً وسباقاً أيضاً على مستوى إخراجها وطباعتها، فسحرت لب روادها وقارئيها وأصبحت الجليسة التي لا تمل. النشرة قد تحولت إلى مجلة سميت بمجلة الأحرار، عدد صفحاتها 28 صفحة من 4 ألوان، علماً بأن عدد النسخ كانت تطبع 10,000 نسخة، ثم أصبح العدد لا يكفي لأن الطلب ازداد عليها، مما اضطررنا إلى زيادة العدد إلى 12,000
نسخة، وبعد ذلك أيضا ازداد الطلب إلى أن أصبح عدد النسخ التي تطبع في الأسبوع الواحد 15,000 نسخة. العمل الصحفي ونشر الكلمة أمانة في أعناق العاملين، والسبق الصحفي ونشر الموضوعات المهمة التي تهم القارئين ضرورة ملحة لإنجاح أي إصدار صحفي، خصوصاً لو أنه ينطلق من المرقد الحسيني الطاهر، وهو ما حرص عليه كادر الأحرار خلال مسيرتها الصحفية وبشهادة المعنيين والمختصين. طبعاً جريدة الأحرار، مجلة الأحرار عفواً، مجلة ذات بعد تربوي. لاحظنا يعني من خلال استقراءاتي إلها استخدمت المجلة وكادرها نهج الصحافة، صحافة الإصلاح، لأننا نعتقد ونؤكد من خلال عملنا في هذا المجال بأن مكون الصحافة والإعلام تلعب دور كبير في عملية الإصلاح والتصحيح. 10 سنوات ساجدات في حضرة الكلمة الحرة، المثابرة، التطور، السبق، نشر الثقافة وإغناء القارئين بالمعلومات القيمة. هذه هي مسيرة مجلة الأحرار، فشكراً لأنها بيننا حتى الآن، وشكراً لكل من ساهم في إنجاحها، مشاركين وقارئين، وشكراً لإمامنا الحسين عليه السلام ملهم المبدعين.